هذه الشيلة إهداء لبنت خالك رغد. حصريا على استديو الإبداع الفني. الله الله الله. غنى السعد في دارنا والفرح عم. وزن القصيد بدرة العين سارة. غيظ البنات اللي تلقى الحلال. وبنت الرجال العين للصدارة. أنا أشهد إنها معرضة خال وعم. يا أميرة تنزها عليها الإمارة. في حسنها الفات ندور الحكي جم. أسلوبها الفاخر رهينة الإشارة. إليا حكت سعد البني غيظه انغم. في حكيها عذوبه وذوق وإثارة. وفي ضحكها نور سرور جلاهم. يليق فيها الدخول للبذ جارة. أبوها عبد الرحمن محالها الذنب. شيخ الكرم بيته مزار ومنارة. وإخوانها أهل الطيب كالضلع على شم. في كل عالم جيدين سفارة. وخواتها بدن على خير تتدم. تشارك بالبدر عالي مدارة. ولا غرابة أمها درة اليم. حصريا على استديو الإبداع الفني لطالب الشهوات أو الزفات على اتصال 0548-4516-279. الكل منهم شاعي ما فوق نارا. حصريا على استديو الإبداع الفني. فيها الكرم والراس يقداح نعارا. فيها الكرم والراس يقداح نعارا. حصريا على استديو الإبداع الفني. الله الله الله. غنى السعد في دارنا والفرح عم. وزن القصيد بدرة العين سارة. على استديو الإبداع الفني. غيظ البنات لطالب الشيلات أو الزفات على اتصال 0548-4516-279. يا أميرة تنزها عليها الإمارة. في حسنها الفات ندور الحكي جم. أسلوبها الفاخر رهينة الإشارة. إليا حكت سعد حصريا على استديو الإبداع الفني. في حكيها عطوبة وذوق وإثارة. وفي ضحكها نور وسرور وجلاهم. يليق فيها تكون من البدر جارة. حصريا على استديو الإبداع الفني لطالب الشيرات أو الزفات على اتصال 0548-4516-279. تشارك بالبدر عالي مدارة. ولا غرابة أمها درة اليم. إيها الذهب وفعالها بالصدارة. على استديو الإبداع الفني لا شافها العاقل يضيع وقارة. خوالها اللي خيرها حصرياً على استديو الإبداع الفني لطالب الشيرات أو الزفات. وخالها صالح وموت المحتم. فيها الكرم والراس يقداح نعارة. حصرياً على استديو الإبداع الفني. شكرا لاختياركم استديو الإبداع الفني. دامت أفراحكم.